بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة شذى اليماني، منسقة الإرشاد الأكاديمي بكلية البترجي. في البداية حابة أعبر عن بعض النقاط المهمة اللي هنتكلم عنها في هذا العرض التقديمي. أول حاجة هنعرف ما هو مفهوم الإرشاد الأكاديمي، تعريف المرشد الأكاديمي، ما هي مهام المرشد الأكاديمي، وبالتالي ما هي مهام الطالب. طيب، الإرشاد الأكاديمي هي زي ما قلنا هي علاقة أكاديمية تنشأ بين الطالب وبين المرشد الأكاديمي لاكتشاف القيمة العامة للتعليم، لمراجعة سياسة وإجراءات الكلية، ومناقشة السياسات التي لازم اتباعها عشان الطالب أو الطالبة تصل إلى لنجاحهم. المرشد الأكاديمي هو عضو هيئة التدريس بكلية البترجي، مهمته هو إرشاد الطالب إلى الطريقة الصحيحة داخل إيش الكلية لتحقيق النجاح. ثاني حاجة من مهام الإرشاد الأكاديمي إنه يساعد الطالب أو الطالبة لإيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل التي تواجه الطلاب خلال السنة التحضيرية. المرشد الأكاديمي كيف أول حاجة أقدر أشوف أو أجتمع بالمرشد الأكاديمي؟ كم عدد المرشد الأكاديمي اللي يكون خاص لكل طالب وطالبة، وعدد المرات اللي المفروض أنا أقابل فيها المرشد الأكاديمي؟ مهام المرشد الأكاديمي: أول حاجة مساعدة الطلاب لمن لديه مشاكل أكاديمية، تقديم النصيحة والمساعدة للطلاب داخل الكلية. ثالث حاجة تشجيع الطلاب على طرق التواصل الاجتماعية بين الطلاب وبين خصوصا الطلاب المستجدين، استماع وتقديم النصيحة لكل من يحتاج النصيحة من الطلاب اللي لديهم مشاكل خلال السنة التحضيرية. مهام الطالب: أول حاجة من مهام الطالب إنه يفهم معنى الإرشاد الأكاديمي في كلية البترجي، معرفة طرق التواصل وفين ممكن أقابل المرشد الأكاديمي، مفهوم سياسات وإجراءات الكلية، والاجتماع مع المرشد الأكاديمي خلال السنة. طب كم اجتماع أنا أقدر أتقابل فيه مع المرشد الأكاديمي؟ على الأقل لديك مرتين إنك أنت تجتمع بالمرشد الأكاديمي خلال الفصل الدراسي، وبالتالي المجموعة الكاملة للاجتماعات مع المرشد الأكاديمي بيكون تقريبا 4 مرات خلال السنة التحضيرية. طيب، في مفهوم مهم جدا يجب على الطالب إنه هو يفهمه مزبوط داخل الكلية البترجي، اللي هو الحضور والغياب. طبعا حضورك مرة مهم لجميع الكورسات أو لجميع المواد اللي بتدرسها داخل الكلية. غيابك ما أو غيابك ما يتعدى 25% من المادة العلمية، وإلى الأسف لو تعدى 25% ده ممكن يعرض الطالب أو الطالبة للحرمان من الدخول الاختبار النهائي للمادة. طبعا كمان حاجة حابة أنبه عليها إنه ممنوع استخدام الجوالات داخل المحاضرات. طيب، كيف أنا أقدر أقابل المرشد الأكاديمي؟ طبعاً بواسطة الاجتماعات التي تعقد خلال الفصل الدراسي. في ذا الاجتماع بيتقابل المرشد الأكاديمي مع مجموعة من الطلاب أو الطالبات، في بيتناقشوا في بعض السياسات، بعض المعلومات اللي لازم على الطالب إنه هو يعرفها داخل هذه الكلية. طبعاً حضور الطالب أو الطالبة إلى هذا الاجتماع مهم جداً. ثاني حاجة، في بعض اجتماعات أخرى بتكون بين الطالب نفسه وبين فقط المرشد الأكاديمي، ده لما يكون عندي مشاكل لبعض الطلاب في من ناحية الناحية الأكاديمية، من ناحية السلوك الأكاديمي داخل الكلية، أو إذا كان عندي مشاكل في الغياب، فهنا المرشد الأكاديمي يطلب شخصيا من الطالب أو الطالبة الاجتماع ضروري للغاية.
طبعا اذا كان الطالب او الطالبه عندها concern عندها مشكله او عندها اعتراض على حاجه داخل الكليه، في ورقه مهمه او فورم لازم يتعبأ من قبل الطالب، وهذه الورقه يتم الحصول عليها من خلال المرشد الاكاديمي. تسمى هذه الورقه بورقه الشكوى اللي هي الكومبلين فورم، بيعبيها الطالب وبيكتب فيها مشاكله او الاعتراضات اللي عنده داخل الكلية ويقدمها إلى المرشد الأكاديمي. طبعاً في حاجة إحنا حابة أنبه عنها، تسلسل اللي هو توجيه المشكلة من الطالب إلى مثلاً المسؤول عن حل هذه المشكلة. طبعاً الطالب لما يكون عنده مشكلة أو الطالب لما يكون عنده مشكلة، أول حاجة لازم يروح يبلغ بيها مين أو تروح تبلغ بيها مين؟ المرشدك الأكاديمي. المرشد الأكاديمي من خلال مهامه حيقدر يحاول ان هو يلاقي الحل المناسب لهذه المشكلة. نفترض المشكلة دي اكبر، حيقوم المرشد الاكاديمي يحول هذه المشكلة الى منسقة الارشاد الاكاديمي داخل الكلية. بعد كده من خلال مهام منسقة الارشاد الاكاديمي، برضو المشكلة ما انحلت، حتوصلها الى رئيس البرنامج اللي هو رئيس السنة التحضيرية دكتور عادل. نفترض المشكلة ستيل ما انحلت، ممكن تروح لإيش المكتب الأكاديمي، ولكن الطالب لازم يفهم إنه إذا كان عنده أي مشكلة ما يتعدى ذا التسلسل، يمشي بالترتيب. أول حاجة يبلغ الإرشاد المرشد الأكاديمي، ومن خلاله حيتم اتخاذ الإجراء اللازم. شكرا لاستماعكم، وهذه طرق التواصل معايا لو كان في أي مشكلة أو أي حاجة تتعلق بالإرشاد الأكاديمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.